هذا هو سبب توقف المباراة. لا ندري هوية هذا الشخص اللي موجود على أرضية الميدان. مش معقول في هكذا. التزييف بعد ما بدأت المباراة بخمس دقائق. التزييف اكتشفته أنت قبلها. فخلاص خد قرارك قبلها. لا وسهل معرفة ان الاربعة شاركوا في البريمير ليج مباريات بثت على الهواء مباشرة ومعروف انهم كانوا في انجلترا قبل اقل من 15 يوم. طيب فسوء التصرف يزود العداوة. لا وفي ايضا كابتن مخارج اخرى. احنا شاهدنا كاس العالم للاندية مثلا في قطر، شاهدنا بطولات اخرى طبق فيها نظام الفقاعة. صح. قدوم المنتخب من المطار الى الملعب ثم إلى المطار مرة أخرى دون الاحتكاك بأي طرف آخر. واضح من تحية ميسي الآن للاعبي ومدرب المنتخب البرازيلي على ما يبدو بأن هذه المباراة لن تستكمل.